ما هو حديث الثقلين؟ حديث الثقلين هو حديث نبوي شريف اختلف العلماء في صحته، فبعضهم اعتبره صحيحا بينما يرى آخرون أنه من الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها. وورد حديث الثقلين بروايات عديدة، والرواية التي كثر الكلام فيها ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع ونزل بغدير خم أمر بدوحات، فقممنا ثم قال كأني قد دعيت، فأجبت أني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وآل من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمع بأذنيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحديث في مجمله محط اختلاف، فبين الخلاف في صحة سنده وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاف في المراد منه ومعناه وما يندرج تحته من أحكام. سمي هذا الحديث بحديث الثقلين لورود لفظ الثقلين في معظم الروايات التي ورد فيها الحديث، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين. والمراد بالثقل هو المتاع الذي تحمله الدابة. قال القاضي عياض: في سبب أن كتاب الله والسنة أو العثرة ثقلين سمي بذلك لعظم أقدارهما، وقيل لشدة الأخذ بهما. أما الإمام النووي فيرى أن سبب تسميتهما بذلك هو كبر شأنهما وعظيم أمرهما، وهو قول البغوي: وقد تمسك أهل السنة بلفظ السنة. وتجدر الإشارة إلى أن التمسك بكتاب الله وسنة نبيه هو أمر لا جدال فيه.